طبعا هذه جميع السيارات هذه تخص المتسابق الدولي يزيد الراجحي، يعني ما شاء الله عليه صيانة كاملة للسيارات الخاصة دي، يعني مجهزة هذه السيارات بأحدث المعدات للصيانة مع فريق حقيقة متخصص في صيانة الراليات. الآن هذا الحجم الكبير ما شاء الله من السيارات تختص بسيارة المتسابق الدولي يزيد الراجحي، نقول الله يوفقه ويوفق المتسابقين الآخرين إن شاء الله يبدعون بالمسابقات الجاية إن شاء الله. تحياتي. أنا أحد الأخوان الحقيقة المبدعين بالصيانة، يعني ممكن يعني برضه يستخدم كسائق وقت الحاجة. جزاك الله بالخير أخوي. صحيح. وش رأيك برالي بريدر؟ لا ما شاء الله يعني لا يوصف، تقريبا نافس رالي حائل ما شاء الله. طيب المرحلة الثانية بكرة إن شاء الله بشماسية، أنت يعني عملتوا صيانة للسيارات وجهزتوها للمرحلة الثانية؟ جاهزين، بس قضى الله وقدر احترقت معنا سيارة. اي نعم. وسيارة الآن جاهزة في هذه احتراق، يعني احتراق ايش؟ احتراق محرك كهرباء. احتراق كهرباء. اي نعم. يعني ما ممكن تعديل هذا الخلل؟ يتم تعديله خلال يوم تقريبا. يوم؟ اي نعم. يعني ان شاء الله بكرة تكون جاهزة؟ لا لا لا، هذه انسحاب. انسحاب ذي؟ اي نعم، لأنه بس يبغى صيانة خارجية. طيب المتسابق اللي يقود السيارة هذه معه سيارة ثانية احتياط يعني؟ لا، عندنا نمتلك سيارتين حرس الحدود بس فقط. لكن ممكن يركب كمعاون للسائق يمكن؟ اي نعم. يعني كمعاون للسائق بعد، يعني نفس الحكاية. نعم. يمكن يكون ان شاء الله خير له ان شاء الله. ان شاء الله. اتمنى لكم ان شاء الله قضاء ايام سعيدة عندنا في بريدة، اتمنى للمتسابقين ان شاء الله انهم يحصلون اللي ناويين فيه ان شاء الله. ان شاء الله، والتوفيق للجميع ان شاء الله. الله يوفقك يا اخوي، يعطيك العافية. طبعاً معنا أحد الأخوان اللي هو رئيس الفنيين بالحرس الحدود. ها؟ حرس الحدود طبعاً له دور كبير الحقيقة ومشاركات كبيرة بهذه المناسبات، فالحقيقة يشكرون على هذه الوقفة مع الشباب السعودية بإنجاح هذه الراليات في جميع مناطق المملكة. الله كبر خير أخوي. هلا هلا. طيب وش أصعب يعني وش اللي يواجه المتسابق من ناحية السيارات دائماً؟ صعوبات كثيرة، أهم شيء الطريق. إيه؟ والمسار في الرالي، لكن الحمد لله عندنا سائقين متمكنين، عندنا تجهيزات طيبة للسيارات، لكن التوفيق بالنهاية بيد الله سبحانه وتعالى. لكن مجتهدين. وش اللي أكثر ما يعطل بالسيارة؟ حاجات كثيرة ما تدري، على حسب، ممكن تعطل عندك عكس، ممكن تعطل عندك بطارية، ممكن تعطل عندك صوفة، على حسب عورة الطريق وسهولته. طيب وش اللي سبب يخلي السيارة تحترق يعني؟ دائما أشوف السيارة تحترق يعني. التماس، ماس كهربائي. ماس كهربائي احيانا تقدر تتحكم فيه، احيانا ما تتحكم فيه. سبب الحراره يعني؟ سبب الحراره. سبب الحراره. وانتم يعني جاهزين لاي عطل؟ الحمد لله جاهزين كامل مكمل ولله الحمد، بدعم من معالي الفريق مدير عام حرس الحدود، مهيئ لنا كل الامكانيات الحمد لله ما شاء الله. الحقيقه يشكر الحقيقه، ويعتبر هذا يعني دعم الحقيقه لهذه الرياضه الجميله التي تجذب الكثير من الشباب الحقيقه بالسعوديه. الحمد لله احنا مشاركين وايضا مباركين للاستضافه هذه القصيم والتنظيم على اعلى المستويات، وان شاء الله التوفيق للجميع. الله يوفقك. نقول ونشكركم الحقيقه على وقفتكم هذه. شكرا. ونتمنى لكم ايام سعيده في بريده ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله براليات جديده ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا لك. أنا أحد الأخوان حقيقة. وش رأيك برأي بريدة يا أخوي؟ ما شاء الله منظم مرتب وإمكانيات قوية، مكان ممتاز من أفضل أماكن تجهيز الراليات اللي حضرناها لحد يعني في منطقة المملكة، مكان مهيأ جدا، منطقة جدا مناطق الرالي جدا جميلة ما شاء الله يوفق. يعني ما واجهتكم مشاكل برالي بريدة؟ أول سنة لابد يكون فيها بعض نعم السلميات. كتجربة نعم سلبيات بعض السلبيات، بس إن شاء الله المرات القادمة تتعب. المرحلة الثانية بكرة إن شاء الله بس بشباسية. نعم. إن شاء الله بيكون إبداعكم يمكن أكثر لأنكم أخذتوا على أرض القصيم. والله الأراضي تقريبا قريبة من بعض، القصيم على حايل على نعم نعم إن شاء الله. الله يوفق الجميع واهم شيء السلامه. الله يحييكم. يا الله الله بريده في بريده نحييكم ونقول اشكركم على حقيقه على العمل الجميل اللي رفعتم من قيمه الرالي في بريده الحقيقه. الله يجزاكم، هذا حسن ضيافتكم وكرمكم. الله يعطيك العافيه.